رمضان ويا شهر توبة والغفران، يا شهر الخير يا اللي خلقك الرحمن، يا اللي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. الحمد لله اللي حيانا لك يا رمضان. رمضان مع ديريك، رحلة بالروح في ملكوت جمال رباني، وسياحة في نفحات العطاء الإلهي. رمضان مع ديريكت، سياحة في مقامات الفتح الرباني. رمضان مع ديريكت، صوم، صحة، ثقافة، علم وإيمان. رمضان مع ديريكت، ساعة كل يوم طيلة الشهر الكريم تقضيها مستفيدا ومتعلما، صائما ومتقربا إلى الله تبارك وتعالى. أترككم مستمعي الكرام مع فقرات البرنامج، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. زكاة الفطر، زكاة الفطر وتسمى أيضا صدقة الفطر، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وهي واجبة. وروى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وأمر بإخراجها قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة. والحكمة من مشروعيتها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وتجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين ولو بتسلف، إذا كان المرء قادرا على رد الدين على مذهب الإمام مالك. إذ في حديث البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ومقدارها صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل، وهو يساوي بالجرامات 2176 جراما حسب وزن القمح. ويرجح أن يخرج المرء فطرته من غالب قوت بلده أو من غالب قوته إذا كان أفضل من قوت البلد. إلى هذا ذهب ابن العربي المالكي. ويرجح أو يرجع دفع صدقة الفطر قيمة إلى عهد معاوية رضي الله عنه الذي طلب من الناس أن يخرج نصف صاع عندما كان القمح غالي الثمن. وروى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كاتب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة، وعدي هو الوالي، يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم. وعن أبي إسحاق قال:
أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. ومما يدل على صواب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم في هذا اليوم، يعني المساكين. والإغناء يكون بتحقيق أو يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، ولعل القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء كل ما يلزمه حسب الحاجة. ثم إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا، وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود، كما أنه في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان هو الأنفع للفقراء. وقت الوجوب والإخراج: تجب صدقة الفطر بالفطر من رمضان بغروب شمس آخر يوم فيه، لأنها وجبت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب، فتجب به الزكاة. وفي وقت إخراجها روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يريد صلاة العيد. وتأخيرها عن الصلاة عند جمهور الفقهاء مكروه، لأن القصد الذي شرعت له وهو إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم لم يتحقق. وتصرف للأصناف الثمانية التي شملتهم الآية الكريمة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. والأصل أن تدفع في بلد المزكي إلا إذا عدم الفقراء فتنقل إلى أقرب بلد منه.